كلنا نعرف متى كان موعد البداية، بداية الحياة، ولكن لا أحد منا يعرف متى النهاية، ولا ندري أيضا أين موقعنا على خط الحياة. أنحن هنا أم هنا أم اقتربنا من النهاية؟ ولا بد لنا من لحظة تنقطع معها الأنفاس والنبضات وكذلك الأعمال، ولكن هناك فرصة لأن تكون للأعمال الصالحة حياة أخرى وحسنات لا تتوقف مع نقطة النهاية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقف منابع الخير يصرف ريعه على أوجه الخير المختلفة وللأسر المحتاجة داخل الكويت. الوقف استمرار الأجر والعمل بعد نهاية الأجل.